ثلاثة أقراص من الباذنجان بالإضافة إلى حبة بطاطا واحدة وحبة طماطة واحدة وبصلاية صغيرة صغيرة الحجم. وجبة غذائية ليست للطفل أو لشخص مشرد أو محتاج يتم إكرامه لسد جوعه، بل هي حصة لثلاثة أشخاص منتسبين سبق أن استقطع منهم مبالغ مالية لقاء أرزاقهم. لكن هل يعقل أن تكون وجبة المنتسب كهذه؟ أما أن الوجبة مشبعة حقا؟ لنتابع. هذا العشاء اليوم ما شلون السيطرات قالوا جيبوا الصفر طاسات، خلنا نروح نجيب العشاء مالتكم وطيناهم الصفر طاس. هاي الصفر طاس لان اثنين صفر طاس ربع فارغات، وهاي مال ثلاث نفرات. هاي ثلاث نفرات باعوا، هاي محسوبات عليك بتسعين الف. لان هاي مال ثلاث نفرات، ثلاث باذنجانات ويمكن كم اصبع مال بوتيكي، حتى بوتيكية وحدة كاملة ما موجودة للمحسوبات. هاي مال شؤون السيطرات، شو يمكن فارغات، كلن فارغات صفر طاس مبارك. بس هذا وهذا، هاي مال ثلاث نفرات، هذا عشا مال ثلاث نفرات. وجبة العشاء هذه قدمت إلى المنتسبين الذين يعملون في مديرية شؤون السيطرات في بغداد. وبحسب رواية المنتسب أن موزع الأرزاق طلب منهم العلب الفارغة أو كما نطلق عليها بالصفرطاس لأجل أن يضع لهم حصتهم من الوجبة، طبعا كحال كل فرد منا، سيما لو كان جائعا فإنه سينتظر بفارغ الصبر وصول وجبته إليه ليتناولها. لكن ما حدث أصاب هذا المنتسب ورفاقه بالخيبة والحزن أيضا، فعدد الطاسات رجعت إليهم فارغة، أما البقية فقد وضع فيها القليل من الطعام، القليل جدا، وهذا ما أثار استفزاز المنتسبين بالإضافة إلى العراقيين حال انتشار مقطع الفيديو المصور عبر منصات السوشيال ميديا، وأيضا أفرز العديد من الكومنتات وردود الأفعال، إذ كيف يتم تخصيص وجبة طعام كهذه، وجبة قليلة جدا لثلاثة أشخاص، لثلاثة منتسبين في الجيش العراقي. نبدأ تلك التعليقات مع محمد. يقول محمد في تعليقه: محمد البياتي أحمل وزير الداخلية ووكيل شؤون الشرطة وقائد شرطة بغداد مسؤولية هدر 90,000 دينار من رزق عوائلنا، وأحملهم سوء الطعام، وأحملهم عقد الفساد المبرم بين الشركة والوزارة. تعليق آخر من برنسس بغداد أو برنسس بغداد تقول: دخلي الشعب يطلع مظاهرات على هاي الحكومة، تقومون تدافعون على المسؤولين مستميتين، وهم هاي تقديرهم إلكم يبوقون بيكم ويذلوكم بأبسط شيء واللي هو الأرزاق. تعليق آخر، هذا تعليق من ندى موسى: اليوم أحسن من باشر، الله يستر من الجاي، فحسبي الله ونعم الوكيل. المنتسب يوقع إجباري على استلام صفر طاس وفق مستند استلام وتسليم، وفي حال فقدان أو تضرر الصفر طاس يدفع غرامة فورية 25,000 دينار. ولا تنسى ترى مقليهن بزيت الزفر لأنه يستكثرون علينا الزيت النظيف. محمد قاسم أدلى بدلوه عبر تعليق له فقال: لو تظل تنشر بعد 10 سنوات ما حد بحالك، لأن هو كل من ماخذ مالاته وساكت ومغلس، اكلهن واسكت. تعليق آخر من مهدي، يقول مهدي الموسوي: أخذها بروح رياضية عمي، ترى الجماعة يقللون الأكل للجيش والشرطة مو بوق بس حتى تحافظون على صحتكم ولياقتكم، فلا تضوج حبيبي، ضعف كرشك واهتم بمظهرك وانت الكسبان. هناك أيضا تعليق آخر من جاسم الربيعي يقول: خوش صفر طاس وسعره مناسب، كان استحيتوا على حالكم، والله عيب، وصل بيكم الحال حتى أكل المنتسب ما خلص منكم ومن جشعكم، ليش هذولا مو أخوتكم شابعين ضيم الحر والبرد؟ بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل.